متابعين مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نجدد مع حضراتكم من خلال هذه الانطلاقات وهذه التحديات التحية والترحيب مع انطلاقة شوطنا 13 الخاص للبكار، اللقاية ومسافة 4 كيلومترات. انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات باحثة عن الفوز وعن الانتصار. البداية مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط، هنا شعار حمد بن محمد بن فهيدة الرزق: من يقدم لنا نجوى. مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط، المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني في هذه اللحظات، وصلت جلد الآن بشعار مبارك بن محمد بن صالح بن نصره العامري. مع المركز الثاني أبناء دولة الإمارات حاضرين ومتواجدين للمشاركة في هذا المهرجان والقادمين من دولة الإمارات، فمرحبا بجميع الضيوف الكرام القادمين والعانين للمشاركة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي ولي العهد الأمين يحفظه الله ويرعاه. المركز الثالث من وصلت الآن في هذه اللحظات وتقدمت حمم بشعار فيصل بن راشد بن طالب آل شريم المري. مع المركز الثالث والمركز الرابع، هنا الريم حمد بن سالم بن حمد المري وصل الآن ليقدم لنا الريم القادمة. مع المركز الرابع ودخول في هذه اللحظات من شعار بن شريم، يقدم لنا خود حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري. مع المركز الخامس، ولكن مشاهدين الكرام غيرت الريم من مركز الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى مقدمة هذا الشوط. هذا هو نداؤنا الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمس الحاضرة والمتواجدة من خلال هذا الانطلاق وهذا المسار وهذا التحدي الكبير، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الحوار الثنائي والصراع الثنائي ما بين الريم وما بين خود. خود والريم هنالك حوار ثنائي على الصدارة ما بين شعار المري حمد بن سالم بن حمد المري وشعار بن شريم. من يقدم لنا خود؟ حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري. المركز الثالث من تدخلت الآن ووصلت في هذه اللحظات المستشارة بشعار صالح بن محمد بن ناصر آل عويره الكربي. مع المركز الثالث والمركز الرابع وصلت الآن وتقدمت معزة بشعار عايض بن محمد بن مسفر اليامي، وصل شعار الدبيش الآن. مع المركز الرابع والمركز الخامس القدوم بشعار سعد بن مشرع بن زامل البقومي، يقدم لنا متعبه. مع المركز الخامس، هذا هو نداؤنا الثاني، ولكن العوده الى مقدمه الشوط. الله، هنالك مع خود. خود من تحتل المركز الاول تنطلق بشعار بن شريم، نعم فيصل، او هنا حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري. مع المركز الأول يقدم لنا خود وبرفقة خود، هنا الريم حمد بن سالم بن حمد المري أبناء المملكة وأبناء دولة الكويت، هنا ينطلقون على الصدارة وعلى المركز الأول. الله الله، المركز الثالث، هنا المستشارة تنطلق بشعار صالح بن محمد بن ناصر العويره الكربي. مع المركز الثالث وأيضا القدوم من الأسماء ومن الشعارات في هذه اللحظات، وصل شعار الدحبة بن قنازل بن مسلم العامري، يقدم لنا الظفرة التي وصلت. مع المركز الرابع، ولكن العودة إلى شعار بن شريم، إلى شعار بن شريم. الله يا خود، من تستفتح أبواب الكيلومتر الأخير، تنطلق خود
بهذا الأداء الكبير بهذا العرض المميز. تنطلق هود بشعار السيد حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. بدأت بالانطلاق وبدأت بالانفراد. يا سلام الله، هل من منافس قادم؟ وصل الدحبة الآن بن قنازل العامري يقدم لنا الظفرة. من وصلت الآن؟ وأيضا وصلت الأسماء ووصلت الشعارات. من القادم في هذه اللحظات؟ هنا القدوم من شعار بن جبران يقدم لنا متعبة. جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري وصل مع متعبة الآن، ولكن خود مع المركز الأول والعصا في الأبطان بدون أي أوامر. تنطلق رقص تلقائي على صوت السماعة، ما شاء الله تبارك الله. ولكن يا بن شريم وصل ابن الدحبة الآن ووصل بن جبران. الله الله، الثلاثمائة متر الأخيرة خود خود خود، ولكن الظفرة واصلة الآن بشعار الدحبة بن قنازل بن مسلم العامري. خود والظفرة وخود اللحظات الأخيرة، ولكن خود مع المركز الأول، خود مع الانتصار، خود 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 مع المركز الأول بشعار بن شريم. الظفرة تحاول محاولة أخيرة، ولكن خود 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 خود. تهانينا والنماس لمالك خود حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري. تهانينا له ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت الظفرة بشعار الدحبة بن قنازل بن مسلم العامري، والمركز الثالث متعبة جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، والمركز الرابع وصلت الكايدة سلطان بن سعود بن دخيل العصيمي العتيبي، والمركز الخامس وصلت عومة بشعار راشد بن عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة. إذن تهانينا والنوماس مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء على فوز خود لحمد بن طالب بن محمد بن شريم المري. تهانينا له ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وتسجيل النقطة الذهبية في هذا المهرجان في هذا الكرنفال. تهانينا له وألف مبروك. 6:34 و46 جزء من الثانية توقيت خود لبشعار بن شريم حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري. تهانينا له ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. من حلت وصيفة على خود هي الظفرة للدحبة بن قنازل بن مسلم العامري. تهانينا له ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 6:34 جزء من الثانية توقيت الظفرة صاحبة المركز الثاني والمركز الثالث كان شعار بن جبران مع متعبة سالم جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري. 6:38 77 جزء من الثانية، والمركز الرابع الكايدة بشعار سلطان بن سعود العصيمي العتيبي، والمركز الخامس كان مع عومة لراشد بن عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة. تهانينا والنوماس لجميع الفائزين، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في أشواطنا القادمة وشوطنا القادم وهو الشوط 14 بصوت الزميل عون الهاجري، ونتمنى له التوفيق ولكم حسن الاستماع.